أوامر. عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو، بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفقك. كأنهم بدأوا يدون علينا يا صالح. مشى. اسحب. مساك الله بالخير، طال عمرك. الحقيقه انا جاي عشان بس افاتحك في موضوع، يعني خل مواضيعك لك اكيد، اذا كانت قصيده ترى الله الغني عنها، ترى ما بيها. تفضل. لا لا يا طويل العمر، هي مي بقصيده، هي حقيقه هي فكره. عطنا اللي عندك، يلا خلص. احنا منظمين بطوله. اقول هالحين ما تخافون الله فيني؟ شايفين بردقان وتفاح وموز قدامي، وين الكمثرة؟ الكمثرة وين هي؟ انتم عارفين اني اشتهي الكمثرة، تكتر سعقولتي عليها، جيبوه. سم سم طلب سم. اي تفضل. زاد فضلك طال عمرك، احنا الحقيقة منظمين بطولة البلاي ستيشن. اقول وش ذا الغتة؟ وش ذا الكتمة؟ هو بتنا حر؟ انتم ورا ما تشغلون المكيفات ولا ترفعون عليها زيادة بس؟ بتنا احترينا شوي. اي تفضل، قل وش عندك؟ الله يزيد فضلك. احنا الحقيقه يعني منظمين بطوله بلاي ستيشن، ويشرفنا انك تكون معنا. والمطلوب مني يعني تبغاني اصير حكم؟ اتفضل. لا 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 يا طويل العمر، احنا نبيك تكون يعني راعي للبطوله. اي كل راعي مسؤول عن رعيته، ما في شك. وعز الله انها فكره مهي بشينه، ولكن بشرط اني ان شاء الله باذن الله بحضر النهائي وبصرف مكافاه من عندي للفائز الاول 10,000 ريال عدا ونقدا. اي بس ما نبي ندب فلوسنا من الباب للطاقه في الشارع، لا، نبيكم ترزون لي كرسي في المنصه. ايه والكرسي هذا يكون يعني مكانتي محفول مكفول وتصوير واشياء يعني ترفع من شان الواحد اذا جاي يحضر النهائي. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، عز الله انك شيخ ابن شيخ يا طويل العمر. ابشر، ما طلبت شيء، هذه قبل لي. اي خلاص، بس اخوك لا تقعد تهايط. ها اقول اخبار القرود اللي في الطائف؟ عساكم ان شاء الله جبتوهم، انا حاجز 5 في قفص. جبنا. اي زين الحمد لله. اقول لا تسوي خوي اللي الله يحفظك، انت قلت اللي عندك توكل على الله. وش اخباركم طيبين؟ كيف صحتكم؟ يا هلا والله وسهلا فيكم. تكفى ولد العم، ضبطني. ابي اسنعكس، ما اقدر اغير فريقك. لا تغير فريقي، بس ضبطني بقرعه المباريات. شلون؟ انا اعلمك. حطني مع اللعيبة اللي من جنبها اللي ما يعرفون يلعبون، وأي واحد قوي وخر عن طريقي اللي أنا واصل المباراة النهائية. شلون زينة ذي؟ يا حبيبي سهلة، شفت الكور هذه حقت القرعة؟ حط كورتين بالثلاجة والباقي برا الثلاجة. عصير ولا قرعة؟ لا يا حبيبي، وش عصيرة؟ اسمع ركز بي، اسمي واسم كفتة حطهم بالثلاجة والباقيين برا الثلاجة. لا جيت تسوي القرعة وانت تلف يدك تحسحس البرودة، تلقى كفتة وأنا نصير مع بعض، ايش رايك؟ اخس والله انت نمس وملكع، توك ما شفت شيء. خلاص تم، يلا دزها للثلاجة. يا رب افوز. الحين نبي نعرف من هو الزبيل الثاني. نظام البطولة خروج المغلوب. يا شباب ارجوكم قبل ما تتم عملية سحب القرعة اسمحوا لي اقدم لكم راعي هذه البطولة واللي راح يقوم بسحب القرعة الآن وبنفسه. الشيخ أبو طلال. حي أبو طلال، 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 حي أبو طلال. أيوة أشكركم. أشكركم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله سيتم افتتاح بطولة الفيفا في استراحتكم العامرة. أرجوكم أرجوكم، وأعلن بأنه سيتم
منح الفائز الأول بهذه البطولة مبلغ وقدره 10,000 ريال. كفو! حي البطولة! 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 أشكركم، يعطيكم العافية، وسيبدأ السحب القرعة الآن. تفضل. حسين طال عمرك. نشوف اللاعب الأول. تقرأ طال عمرك ولا؟ لا تفضل اقرأ. اللاعب الأول في هذه البطولة عامر. أنا. طال عمرك نشوف اللاعب الثاني. إن شاء الله. تفضل. لاعب ياسر. يا شباب يا عيال، إيش فيكم أنتم؟ مباراة صعبة وقوية من البداية، وأكيد راح نخسر لاعب كبير مع الأسف. مع الأسف ولا مع السلامة؟ يا حليلة، ممتاز. ومثل ما قلنا لكم يا أخوان، أنا أبيكم تأخذوا راحتكم في استراحتكم أبداً، والأمور طيبة، وأنا إن شاء الله كل عقب عصر إلى بعد المغرب أنا حولكم في ذي. أي استفسار أو أي سؤال من أي أحد منكم أنا حاضر أجاوبكم عليها، لا تشيلون هم. والدراهم بعد أفع عليكم، الدراهم إنها دافعينها دافعينها، لا تشيلون همها أبد. أهم شيء التكسير والتمزيع. طال عمرك ما في تكسير وتمزيع، هذا بلاي ستيشن. بلاي ستيشن ولا كيرم؟ بس يا مفرح بس. على نخرتي انت. على نخرتك ولا مسحت نخرتك بذي؟ يلا توكلنا على الله. سب. شكرا طال عمرك. تفق عيال، تفق عيال. والحين خلونا نشوف التعليمات قبل ما تبدا البطوله. زين يا عامر، ركز على الاول. ممنوع، شوف، ممنوع تغيير الفريق. يعني تلعب في نفس الفريق اللي جالك في القرعه. اثنين، تعديل التشكيله واعدادات اليد فقط قبل المباراه وبين الشوطين. ستارت. احد يضغط ستارت في نص الجيم ولا اللعبة، شايف يا شوكوش، ترى طرد على طول. أربعة، ممنوع الاحتفال والرقص وإعادة الهدف. خمسة، ممنوع الأكل والشرب، سامع مني يا كفتة، أثناء اللعب. أوكي؟ أوكي. يلا هات وياه وابدأوا. حبيبي إيش اللي نبدأ حبيبي؟ إيش الغش اللي قاعد يصير هنا؟ إيش السطو على حقوق الآخرين اللي قاعد يحصل هنا؟ هو أهدى يا بحقوق إنسان إنت، ليه غش؟ حبيبي هزاري، اللاعب هذا أعرف معايا في الفريق، كيف صار معاك زي كيف؟ يا فقي، الآدم انتقل من تشيلسي ودحين عندنا في ريال مدريد. أقول لكم، بطلت لكم لعب، لازم اللاعب هذا يجي معايا ولا بطلت. تبدأ ولا أصلخك بطرد من البطولة ويفوز شوكوش، تراي أنا المشرف ذا. خايب ها؟ أبدا لعب، أنا أنتقم منكم يا ظلمة. يا خردة، خايف؟ ألعب ألعب. حطه، روح عطه، روح عطه، روح. وش المباراة الملل لك ساعة؟ عطه روح، عطه روح يا أخي، حنا الحين في نهاية الشوط الثاني ولا هدف جبتوا. مالك دخل تركي، ترى هاي تنحسب سب. عامر انتبه انتبه، ترى بعطيك انذار شفوي. ألقم جحفلي. تعال، ايش دخل جحفري؟ الحين مباراة بين مانشستر يونايتد وارسنال، تقول جحفري؟ لا يا شيخ، زيكم النصراوية، إذا فاز النصر على الهلال تقولون أوراوا وسيدني. ياس! ياس! حبيبي، اللي فاز وشك تحتفل؟ لأن الشيخ أبو طلال قال إني بنهزم 10،
بس انا الحمد لله انا هزمت 9 بس. التسعة اخت العشرة بقعات سوعك الفاخر. انت ايش دخلك؟ انا؟ انا المرافق الشخصي الراعي البطولة ابو طلال. الله يطول بعمره. يقول لك المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ليه مطلع ميسي احتياط؟ هذه خطة عشان استفيد منه الشوط الثاني. عشان مثلك الخايس انقم الثالث. سلام عليكم طال عمرك، الله ما يرضى بالظلم، وانا الصراحة انظلمت. انظلمت؟ راح للمحكمة. طويل العمر طول لي الفريق، والله انا ما اعرف العب فيه، فريق سيء طال عمرك، وخرجت من البطوله. ادم خرجت صك الماء وراك. والله شوف شوف من راعي البطوله، بتعرف انه ابو هلال طفرانين مسوين فيها مريشين، خلف الله البطوله. وش تقول يا الفاخر؟ أقول ما في مفرحات، يعني فلوس 100-200 عشان والله انجرحت. تنجرحت؟ إذا انجرحت حط لزقة. ما في مفرحات؟ الحقيقة كفتة سواها وقلب الطاولة على خشتك. ياهو ارمنتادا. اقول اسكت لا قوم اتوطب بطنك، لعبك يغبن وتراك محظوظ. عمك ميسي جلدك سوبر هاتريك. القم بدري عليك يا ورع. والله انك محظوظ وعامل النهائي كفتة للنهائي. مستعدين؟ باذن دقيقة ونبدأ. أصبر وراك عجل، خلنا نضبط أمورنا. طبعا يا طويل العمر والكلام للجميع، استطاع اللاعب عامر واللاعب كفتة الوصول للنهائي. طبعا وصلوا للنهائي بعد مشوار حافل وقوي في البطولة، والآن الليلة سنعرف من سيفوز ب10,000 ريال. عشر آلاف أيوة. كفتة عندك تصريح تبي تقوله؟ أنا مالي بالتصاريح، أنا بس أجلد في الميدان. معليش الحبيب ما سمعتك وش قلت؟ أنا أجلد في الميدان. تجلد بالميدان، تجلد بالميدان. اسمع، لولا حضور الشيخ والموجودين ولا كان لعبت معك برجلي. قال ايش؟ قال اجلد بالميدان. يا شيخ بالعاده افوز عليه بالاستراحه 8-10-12، بس علشانك موجوده برحمه بفوز 5. اقول يلا الله يحفظك، شوف شغلك بس. سب ابشر. كنز بدلي. لا يعني شطه في الجبهه بس. وش اسوي الحين؟ العب؟ اي العب عادي. طيب. هيا هيا بس العب. ليش؟ مستعجل على هزيمتك يا ورع؟ وش ذا؟ ليش الدفاع ما يقطع كورة؟ العب وانت ساكت يا حكم. ابى احط ستارت، ابغى غير المدافع ذا. يا عامر احترم قوانين البطولة. انا قايل قبل كذا التغيير يا قبل المباراة ولا بين الشوطين. ممنوع ستارت وباسط المباراة. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة وعموري ما ترحمونه سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة وعموري لا ترحمونه سهر الليل يا ابو تلاتة. هو الرابع. قال ايه؟ العب برجولي.
4-0-4. تبي الصدق يا عامر؟ النتيجة قوية، لو اني منك رحت بيتنا رجلية. رجلية ولا يدية؟ تكفون يا عيال، والله في شيء غلط بحط ستارت. عامر لو سمحت، انت عارف من قبل البطولة انه الستارت ممنوع. عاد اسمعوا يا شباب، لو كفته جاب الخامس انا راح ادبل المكافأة 20,000 ريال. ما هو 20,000 ريال يا حبيبي يا شيخ ابو طلال، اجيب لك الخامس والسادس. يا عيال حط ستارت، والقانون يقول اي واحد يحط ستارت مهزوم، صح ولا؟ ما دام كفته حط ستارت، اجل الفائز عامر.